مرحبا دكتور، شلونك؟ جماعتك قبضوا 5000 دولار من ناس معترة بالخصم وبالشرقاط عن كتب للأمن الوطني وانطوهم كتب بتوقيعك ترشيح، وانت تعرف ماكو الآن درجات بالأمن الوطني، وهي القضية مو صحيحة. استغلال الناس بهذا الشكل البشع ما مقبول. واجبي الأخلاقي والسياسي والوطني أن أدافع عنهم وأطالب بإرجاع المبالغ لهم فوراً، وبعكسه سأسويها قضية رأي عام. وأنا ما أريد أفتح معك جبهات بصدق، يعني على الأقل يعني هيش أكون معك صريح. الخاطر أبو ريشة طلب من عندي أنه أعوفك، وأنا من زمان عايفك، تدري أنت لعبت بينا طوبة، لعبت بالعراق كله طوبة وأنا عايفك، لعبت بكل شيء بالكون طوبة وأنا عايفك. أنت مو خطر مثل ذاك الحرامي أبواق الهوايج، ذاك هو المدمر، ذاك ما في، أنت ما في درجة ثانية، ذاك ما في درجة أولى. أرجو أن تتوقفوا عن هذه الأعمال، وخاصة في منطقة الشرقاط، ها الناس وضعها تعبان وميتة، فاستغلال الناس بهذا الشكل ما راح أقبل به. أرجوك تعالج الموقف اليوم، وإلا اليوم لازم أعرف اليوم أن الفلوس رجعت، وإلا اليوم أنا بالسومرية بالتسعة راح أكشف كل الأوراق اللي عندي، وهذا ما لا أتمنى عليك. أهلا خال، حياك الله. أقسم بالله أولا ما عندي علم بهذا الموضوع، أول مرة أسمع هالقضية. أنا أي كتاب يجيني أي ترشيح بدون ما أسأل أي واحد من صلاح الدين أوقع، لكن إذا صار مثل هذا مثل هكذا حالة من أحد أعضاء المكتب، يا ريت بس يتصلون بي الجماعة الأخوان اللي أنت تقول عليهم ويقولوا لي فلان والباقي علي حاشاك إلا. وإذا ماخذين من أحد ترجع المستحقات كلها، ومو بس هاي، أطردهم من المكتب وحتى المكتب عزله. فأرجو أنه واحد من ذول الشباب اللي صايرة معهم القصة يتواصل وياي على هذا الواتساب ويقول أنا من طرف أستاذ مشعان، وأنا إن شاء الله راح أتخذ الإجراء وتسمع بنفسك. تحياتي لك.